مفتش مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية إنزكانيت ملول، مدير تظاهرة اللي كنحضروا فيها اليوم، تظاهرة اللي تتندار جهة ديال البطولة المدرسية العدو الريفي، تظاهرة تتشرف تحت إشراف ديال الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، هي أول بطولة في هذا الموسم الدراسي اللي تتهم جانب مجموعة من الفئات، مجموعة من الأسلاك، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك ديال الثانوي أيضا. هذه فيها تتنافسوا مجموعة ديال الفئات على حسب الفئات، عندنا الفئة ديال 2009 و2010، وعندنا الفئة ديال 2007 و2008، وعندنا الفئة ديال 2004 و2005 و2006. دونك هاد الفئات هادو كلهم فيهم ذكور بيان سور وفيهم الإناث. عندنا أيضا واحد الفئة الخاصة اليوم هي ديال الفئة ديال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى هما غيشاركوا معنا في هاد السباق هذا، في هاد التظاهرة الرياضية. دونك قريبا غتعطى الانطلاقة الآن ديال اللي كنشوفوا دابا، راه الانطلاقة ديال الفئة ديال الصغيرات هما اللي غتعطوا الآن. العدد الإجمالي اللي كاين اليوم في التظاهرة اللي غيكون حاضر، راه عندنا تقريبا ما يقارب 1600 تلميذ وتلميذة مختلف الفئات طبعا. غيكونوا المجموعة ديال السباقات اللي غادي ينطلقوا واحد مورا واحد، وهذا راه هي بطولة مؤهلة اللي غادي تأهلوا منها الثلاثة الأوائل في كل فئة البطولة الجهوية، وغتأهل أحسن فرق في جميع الفئات في الفريق اللي غادي يمثل المؤسسة ديالو أيضا في البطولة الجهوية ومن بعد البطولة الوطنية إن شاء الله. دونك هذه البطولة هذه هذا هو المجمل الملخص اللي ترفع عليها المديرية الإقليمية، تشرف عليها الفرع، أعضاء ديال الفرع الإقليمي ديال الرياضة المدرسية. عندنا مجموعة ديال الشركاء اللي تساهموا في النجاح ديال هذه التظاهرات، عندنا مجموعة ديال الناس اللي تدعمونا في هذه التظاهرات. الآن احنا في المطاف ديال القليعة، المطاف اللي ساهموا فيه وساعدونا فيه كثير، وساهموا في الإنجاز ديالو الناس ديال الجماعة ديال القليعة، الناس ديال القيادة، الناس ديال جميع السلطات المحلية ديال تبع القليعة، تساهموا معنا في حفظ الأمن والصحة و السلطات الأمنية كلها اللي حاضرة معنا الآن، وزارة الصحة بيان سور ممتلة في الأطر ديالها حتى هي، وأيضا التنظيم تيكون كله من أساتذة ديال التربية البدنية هما اللي تشرفوا على هاد النشاط هذا والتنظيم ديالو. الهدف ديال التظاهرة هو أن هي كما قلنا راه التظاهرة كتندرج في البطولات المدرسية الرياضة المدرسية، والهدف الآن هو أننا نلتقيو أحسن عناصر اللي غيمثلوا المديرية الإقليمية في البطولات الجهوية والوطنية إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.